السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء، مرحبا بكم في قناة مهدي للأندرويد. اليوم سوف نقدم لكم فتح علبة هاتف هواوي نوفا 4. بعد فتح الهاتف سوف نجد الهاتف من بعده، أكيد سوف نجد الكوفر داخل العلبة مع درج البين كارد، الكوفر من البلاستيك. الهاتف يأتي بشاحن من الشحن السريع 9 فولت 2 أمبير و 18 واط مع تايب سي. تقدم الشركة سماعتان بير من السماعات الجميلة. الهاتف يأتي بتصميم جديد مغاير لسلفه نوفا 3 مع وجود كاميرا أمامية ليست وسط الشاشة بل هي في الزاوية العليا اليسرى مع حواف معدنية. كما قلنا منفذ الساعات 3.5 لم تستغني عنها الشركة. من الفوق الشاشة تأتي بشاشة EPS LCD 6.4 إنش بدقة Full HD Plus 1080 في 2310 مع كثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل إنش. ألوان الشاشة رائعة مع تشبع ألوان وإضاءة محترمة. يأتي الهاتف بمعالج كيرين 770، ليس الأقوى لكنه الأفضل في سعره ويقدم تجربة رائعة. تصدر الشركة الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا مع 128 من الروم من ناحية التخزين. كما تقدم بلوتوث من الجيل الرابع بالإضافة إلى بطارية ليست بالضخمة لكنها تقضي الغرض 3750 ميلي أمب، بالإضافة لدعم خاصية الشحن السريع كما ذكرنا، شحن سريع 9.2 أمبير و 18 واط مع منفذ من نوع تايب سي. أما الكاميرات فتأتي بثلاث كاميرات من الخلف بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.2، كاميرا ثانية 20 ميجا بيكسل مع فتحة 1.8 f1.8. أما الكاميرا الثالثة فهي 2 ميجا بفتحة 2.4. الهدف منها هو دعم خاصية العزل أو البوكي إفكت. أما بالنسبة للسيكوريتي فالهاتف يدعم الفيس اي دي والبصمة الخلفية. أما بالنسبة لعيوب الهاتف فالهاتف لا يدعم تقنية الـ NFC، عدم وجود راديو FM، ولا يدعم الـ SD كارد. أتمنى أن ينال إعجابكم الفيديو، وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك وتعليق، وشكرا.